السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المتابعين لسلسلة فيديوهات حل وشرح أسئلة امتحان سي سي ان ايه. ازيكم؟ اوعوا تكونوا نسيتوني. انا متأسف جدا جدا على تأخير طول الفترة اللي فاتت دي، بس والله مشغول جدا. طبعا احنا سجلنا قبل كده 7 فيديوهات، كل فيديو فيه 7 أسئلة، فان شاء الله احنا كده كده مكملين. يعني مش مشكلة الانترودكشن هتاخد مننا قد ايه، مش مشكلة تاخد سنة تاخد سنتين، مش هو ده المهم. المهم نفهم الانترودكشن. تعالوا مع الكويستشن رقم 50. بيقول a network administrator needs to allow only one telnet connections to a router. يعني الادمنستريتور عايز واحد بس اللي تلنت على الراوتر. اوكي. For anyone viewing the configuration and issuing the churn command، واي حد يشوف الكونفيجريشن عن طريق انه يعمل churn، the password for a telnet access should be encrypted. الباسورد بتاع التلنت مفروض ما يبقاش ظاهر طبعا، عشان نشفر الباسورد بتاع التلنت اللي هو الباسورد بتاع الفي تي واي. يعني بنكتب الامر الجلوبال اللي اسمه سيرفيس باسورد انكريبشن، which set of commands will accomplish this task. ماشي، هو عايز واحد بس اللي تلنت ومحدش تاني، وسوري لما حد يعمل شو للرننج كونفيجريشن ما يعرفش الباسورد اللي هيكون مشفر. فبيقول لك ان احنا نكتب امر سيرفيس باسورد انكريبشن. ماشي، ده اللي بيشفر كل الباسوردات اللي اتكتبت قبل منه واللي هتتكتب بعد منه، وما تنساش انه بيشفر بطريقه التشفير الضعيفه اللي اسمها الام دي 7. وبعدين عمل اكسس ليست. ايه ده؟ الاكسس ليست بتمنع عموما ان حد يدخل الراوتر. بس استنى، ده هو مفعل الاكسس ليست على فكره على لاين في تي واي، لانه دخل لاين في تي واي وعمل اكسس ليست، سوري اكسس كلاس رقم 1. خلي بالك، بس هو ما حطش باسورد عشان يشفره. وبعدين ده هنا عامل بيرمت ل 192.168.0 الى 192.168.255. يعني الراجل كده سامح لعدد 255 الشبكه 192.168.1 اكس كلها انها التلنت. حاطط باسورد اسمه سيسكو، طبعا الباسورد سيسكو ده هيشفر لانه محطوط جوه اللاين في تي واي، والراجل كاتب سيرفيس باسورد انكريبشن، ولكنه هنا طبعا تفعيل الاكسس ليست جوه اللاين في تي واي. الاكسس ليست لما بتفعل على انترفيس حقيقيه ما تنساش بتفعل بالامر اللي اسمه اي بي اكسس جروب، او الامر اللي اسمه اكسس جروب. لما بتفعل جوه انترفيس بالامر بتاع الاكسس كلاس، فكده هو سامح للرينج ده كله. هو بيقول لك انا عايز اسمح لواحد بس، لا يبقى الاجابه ايه غلط. طيب عمل انيبل باسورد سيكريت. على فكره انيبل باسورد سيكريت ده يعني بيحط باسورد على الانيبل، الباسورد ده هو كلمه سيكريت. وبعدين دخل على لاين في تي واي 0. اوكي، كده دخل على في تي واي واحد بس، وقال لوجن، وقال ان الباسورد سيسكو. ايوه بس ده ما تشفرش، هو كده سمح لواحد بس انه يدخل، لان لاين في تي واي 0 يعني شخص واحد، وقال ان الباسورد سيسكو. بس الباسورد فين تشفيره؟ اوعى تقول ان انيبل باسورد سيكريت دي بتشفر، الثانيه كان اسمها انيبل سيكريت وبعديها بنكتب الباسورد، وبعدين دي كانت بتشفر الباسورد بتاع الانيبل. هو هنا عايز تشفير الباسورد بتاع اللاين في تي واي، ملوش اصلا غير طريقه سيرفيس باسورد انكريبشن. يبقى الاجابه رقم بي مش هفكر فيها اصلا، اوت اوف سكوب. الاجابه رقم سي بيقول لحضرتك ان احنا هنكتب سيرفيس باسورد انكريبشن. اه ماشي، ده اللي بيشفر الباسوردات لاين في تي واي 1. على فكره لاين في تي واي 1 هي لاين في تي واي 0، هي في لاين في تي واي 50. كده كده لما بتكتب لاين في تي واي وبتكتب برقم واحد بس، معناه انك بتسمح لشخص. لاين في تي واي من كذا لكذا ده اللي بيسمح لرينج، فهو هنا قال لاين في تي واي 1 يعني هيسمح لشخص واحد. لوجن، حط باسورد اسمه سيسكو، والباسورد ده هيشفر لانه كتب سيرفيس باسورد انكريبشن وسمح بيوزر واحد بس. كلام سليم، يبقى الاجابه رقم سي واضح ان هي اللي صح. الاجابه رقم دي قال سيرفيس باسورد انكريبشن لاين في تي واي من 0 ل 4. مش هكمل. لاين في تي واي من 0 ل 4 يعني عمل رينج مجموعه، يعني 0 1 2 3 يعني 4، يعني بيسمح لخمسه يتلنتوا. يبقى كده احنا مع الاجابه رقم سي، هي الاجابه رقم سي اللي صح. كلام سليم. question 51 بيقول لك what is the effect of using a service password dash encryption command. طبعا احنا لسه قاريين عن السؤال ده من شويه، ولسه قايلين ان service password encryption هو الامر المسؤول عن تشفير جميع الباسوردات،
الغير مشفرة. يعني لو انت كاتب انيبل سيكريت ده ما بيتشفرش بسيرفيس باسورد انكريبشن لانه بالفعل مشفر. سيرفيس باسورد انكريبشن بيشفر الغير مشفر، اللي اتكتب قبل منه واللي اتكتب بعد منه. فبيقول لك قول لي ذا انيبل باسورد ويل بي انكريبتد، فقط الانيبل باسورد هو اللي هيتشفر؟ لا، اي باسورد مش متشفر هيتشفر، انيبل باسورد هيتشفر، لاين في تي واي باسورد هيتشفر، لاين كونسول باسورد هيتشفر. يبقى لا مش هكمل قرايه، فقول لي انيبل باسورد ويل بي انكريبتد. It will encrypt all current and future passwords. طيب هايلاين دي كده لان دي ممكن تكون صح، هو هيشفر الكرنت اند الفيوتشر ماشي، بس كان تبقى احلى لو قال it will encrypt all plain text current and future passwords، كل الباسوردات الغير مشفره ماشي. خلينا مع بي مؤقتا. ولا it will encrypt the secret password. اذا كان السيكريت باسورد اللي هو الانيبل سيكريت اصلا مشفر، اللي هو مشفر بالام دي 5، لا 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 دي غلط، بس تعال نكملها. اند ريموف ذا انيبل سيكريت باسورد فروم ذا كونفيجريشن، ويمسح الانيبل سيكريت. لا طبعا كلام غلط، الانيبل سيكريت اصلا مشفره مش هيحصل لها ريموف، سيرفيس باسورد انكريبشن مش هتقرب منها. اونلي ذا انيبل سيكريت باسورد ويل بي انكريبتد. لا طبعا كلاكت للمره المليون، enable secret password مشفره بالام دي 5، سيرفيس باسورد ديش انكريبشن مش هيأثر فيها اصلا. only passwords configured after the command. لا، اللي اتكتب قبل before the command and after the command. لا يبقى كده انا مع الاجابه رقم بي فقط. تمام. question 52، الراجل دخل على لاين في تي واي من 0 ل 4، يعني واضح انه عمل 5 سيشن، يعني سامح بخمسة يعملوا تلنت. وبعدين باسورد 7، خلي بالك ان 7 دي المكتوبة بعد باسورد هو برنامج التشفير اللي اسمه MD7، وده الباسورد بعد ما تشفر في حالة اللوجن، وبعدين خلى ترانسبورت انبوت SSH. طبعا ال SSH ده اللي هو السكيور شيل، وهو مش مفعل باي ديفولت على سيسكو، الديفولت تلنت. تلنت ده لما تيجي التلنت من راوتر لراوتر اللي قلنا يا جماعه بيبعت الباسورد ان كلير تكست، لكن اس اس اتش زيه زي التلنت، هو الريموت لوجن تول، بس الفرق ان ده بيبعت الباسورد ان سايفر تكست. وخلي بالك من حته ترانسبورت انبوت، يعني ايه ترانسبورت انبوت اس اس اتش دي؟ يعني بص لو افترضنا جدلا ان ده راوتر اهو، ده راوتر وده راوتر تاني اهو، الراجل ده عايز يتلنت على ده، التلنت انيبلد باي ديفولت، كل اللي انت محتاجه انك بس تحط باسورد على التلنت. طب لو عايز ادخل باس اس اتش علشان الباسورد يتبعت ان سايفر تكست او انكريبتد مسجز، لازم تعمل على ده تسمح بالترانسبورت اوتبوت اس اس اتش. لازم تقول للراجل ده لو سمحت ترانسبورت اوتبوت اسمح بالاس اس اتش فيك، يعني يخرج المسج بالاس اس اتش. ولازم في نفس ذات الوقت تكون جيت على الراجل ده وقلت له ترانسبورت انبوت اس اس اتش. يبقى لازم اللي عنده اللي انا عايزه يخرج اس اس اتش اقول له ترانسبورت اوتبوت، ولازم الحد اللي بعده اللي هو هيستقبل اس اس اتش اقول له ترانسبورت انبوت. طب افرض ان في راوتر كمان هنا، يبقى كمان وعايز مثلا ده كمان يستقبل ترانسبورت انبوت اس اس اتش، يبقى المفروض اقول لده كمان ترانسبورت اوتبوت اس اس اتش. يعني الراوتر ده فيه ترانسبورت انبوت يعني اللي داخله اس اس اتش، وترانسبورت output يعني اللي خارج منه اس اس اتش. ممكن على فكره تكبر دماغك وتكتب في بعض الاوبريتنج سيستم ترانسبورت اول اس اس اتش. يعني ايه ترانسبورت اول؟ يعني خلي الان والاوت مشفرين بالاس اس اتش. طيب كلام سليم، تعال نرجع لسؤالنا. واضح ان الراجل ده بيقول ترانسبورت انبوت اس اس اتش، يعني عايز الحاجه اللي تجيله الباسوردز اللي تجيله تكون مشفره بالاس اس اتش. refer to the exact what is the effect of the configuration that's shown. ايه الايفكت بتاع الكونفيجريشن اللي قدامك ده؟ الاجابه رقم ايه؟
بيقول لك it tells the router or switch to try establish an SSH connection first and if that fail to use the telnet. لا طبعا انا كده بقول له استخدم ال SSH اهي transport input SSH، ما بقولوش استخدم ال SSH ولو فشلت ابقى جرب التلنت. الاجابه رقم بي بيقول لك it configure a Cisco router a Cisco network device to use the SSH protocol on incoming communication via virtual terminal. الاجابه دي اعمل لها هايلاين كده لان دي واضح قوي انها صح. بيخبر الراوتر ده ان الحاجه اللي تجيله عن طريق الفيرتشوال تيرمينال اللي هي الفي تي واي انها تجيله مشفره يعني عن طريق الاس اس اتش. طيب ات الاوز 7 فيل، الاجابه رقم سي. بيقول لك ات الاوز 7 فيلد لوجن اتامب بيفور ذا في تي واي لاين ار تمبرري شات داون. علشان رقم 7 ده بيقول لك ان الكونفيجريشن دي معناها ان وانت داخل ليك 7 مرات خطأ، بعد كده ال في تي واي هيتقفل. لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. 7 ده ام دي 7 بروتوكول اللي هو شغال، ام دي 7 الجوريزم انا اسف، اللي هو شغال مع سيرفيس باسورد انكريبشن. سي ات كونفيجر ذا فيرتشوال تيرمينال لاين وذ ذا باسورد. يا ترى ال في تي واي بقى عليه الباسورد ده؟ على فكره الباسورد ده هو الباسورد المكتوب بعد 7، بس ثواني ده مش الباسورد، دي الصيغة المشفرة من الباسورد. لا طبعا يبقى الإجابة دي غلط. It configure SSH globally for all login. All login ده يعني in و out. All login ده اللي هي دي اللي هي transport all SSH. لا 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 لا، الكوماند ده transport input يعني فقط للي جاي، مش globally يعني مش in و out مش all. يبقى كده الإجابة رقم B هي أصح إجابة. question 53 بيقول لحضرتك refer to the excerpt. الراجل عمل show interface وكتب اسم interface. show interface ده بيديك بعض البارامتر الخاصة بالانترفيس زي الانترفيس اب ولا داون والبروتوكول اب ولا داون عليها والماك بتاعها لو هي انترفيس ايثرنت والريليابيلتي والماكسيمم ترانسميشن يونت والباندويتس واللود والديلاي، الحاجات اللي هي بتستخدم في حساب المترك في الاي اي جي ار بي، الفاكتوري، الحاجات اللي المصنع بعتها مع الانترفيس. المهم ان الراجل عمل شغل الانترفيس دي فلقى ان الانترفيس از ادمنستراتيفلي داون ولاين بروتوكول از داون، فبيقول لك وات از ذا ريزن ذات ذا انترفيس ستيتس از ادمنستراتيفلي داون ولاين بروتوكول داون. طبعا اذكر ان احنا شرحنا الموضوع ده مش عارف في الفيديو الاول او الثاني بالتفصيل، بس قلنا ان لما تلاقي الانترفيس ادمنستراتيفلي داون ما تفكرش، ملهاش احتمالين، هو احتمال واحد بس ان حضرتك بايديك ما دخلتش على الانترفيس وقلت لها نو شت داون. نو شت داون ده اللي يخلي الانترفيس ما تبقاش ادمنستراتيفلي، اهو الادمن هو اللي قافلها، لازم ادخل واقول لها نو شت داون، لازم انا اللي افتحها بايديا. فبيقول لك ذير از نو انكابسوليشن تايب كونفيجرد. اصل احنا ما عملناش نوع انكابسوليشن. ارجع برضو للفيديو الثاني او الثالث مش متذكر اللي انا شرحت فيه الموضوع ده. المشكله لو مشكله انكابسوليشن الانترفيس تبقى اب داون، يعني الكهرباء واصلة بس مش مفهومة، ما تبقاش administratively داون أبدا. There is a mismatch in encapsulation type. ما هو برضو نفس الكلام، لو المشكلة في الانكابسوليشن الانترفيس هتبقى up down، الكهرباء واصلة بس مش مفهومة. The interface is not receiving any keep alive. any keep alive يعني مش مظبوطة عليها الكليك ريت. برضو ارجع لنفس الفيديو هتلاقي ان مشكلة الكليك ريت تخليها up down. بص up down يا اما مشكله كلوك ريت يا اما مشكله انكابسوليشن، داون داون يا مشكله كابل مقطوع يا مشكله نوع كابل غلط يا مشكله اللي قدامي لسه ما كتبش نو شت داون. ادمنستراتيفلي داون انا نفسي اللي ما كتبتش نو شت داون. ولا الاجابه رقم دي بيقول لك ذا انترفيس هاز بين كونفيجرد وذ ذا شت داون كوماند. ايوه صح، الانترفيس مكتوب عليها شت داون او ما اتكتبش عليها نو شت داون. يبقى كده طبعا الاجابه رقم دي هي اللي صح. ولا ذا انترفيس نيد تو بي كونفيجرد از ا دي تي اي ديفايس، الانترفيس محتاجه انها تبقى دي تي اي ديفايس. ولا رونج تايب اوف الكيبل، لو مشكله كابل الاجابه رقم اف هتبقى داون داون. يبقى احنا كده مع الاجابه رقم دي. question 54 what is the first 24 bit in a mac address called. طبعا دي انفو قديمه قوي، لما اتفقنا ان الماك ادرس
عبارة عن 48 بت، الماك ادرس ده عبارة عن 48 بت اهو، ال 48 بت دول نصهم اللي ناحية الشمال، 48 بت دي يعني 12 هكسا ديسيمال، الستة هكسا اللي ناحية الشمال دول اسمهم الاو يو اي الاورجانيزيشن يونيك ايدنتفاير، مين الشركه اللي مصنعه؟ الماك. اما الجزء الثاني اسمه الاتش اس بي الهوست سبيسيفيك بارت، اهو لو انت جيت هنا في ستارت ران في السي ام دي في الكوماند برومبت وكتبت جيت ماك كلمه على بعضها من غير فاصل، طبعا ده اللي بيطلع لك الماك ادرس بتاعك. انا طبعا عندي اثنين ماك ادرس لان انا عندي ده لابتوب فلي اتنين كارت لان، كارت وارد وكارت وايرلس، فلو عملنا مارك كده ده الماك بتاعي اهو، الستة هيكسا دول والستة هيكسا دول اللي انا لو دخلت عند ايانا اعرف مين الشركة اللي مصنعة الكارت، لكن الستة التانيين دول هو ترتيب الكارت عند الشركة، ف 0C84DC ده شركة مصنعة الكارت، A4 ده الكارت التاني، A45D36 دي الشركة اللي مصنعة الكارت التاني. طيب كلام سليم. سوري. يبقى ده سؤال كده مباشر، طبعا الستة هيكسا الأولانيين اللي هم 24 بت باينري اللي هم الثلاثة بايت ناحية الشمال بيعرفوك أو اسمهم، سوري إيه ده إيه ده؟ اسمهم الأو يو أي. لا شيل ده. دول اسمهم الأو يو أي اللي هي الأورجنايزيشن يونيك أيدنتفاير، يعني مين الشركة اللي مصنعة الكارت. كويشن 55 سؤال سبنتنج، اذكر ان الفيديو الخامس تقريبا كان فيه اسئلة السبنتنج وشرحها، بيقول لك refer to the exact which subnet mask will place all hosts on network P، الناس اللي في النتورك B دول الناس اللي هنا ناحية اليمين دول عايز يخليهم كلهم in the same subnet في نفس الشبكة with at least with the least amount of wasted addresses، بحيث انك تضيع عدد قليل قوي من الاي بيهات. هو بيقول لك ان احنا عايزين 310 هوست، اذكرك ان احنا متفقين ان النمبر ارجع للفيديو ده ضروري، ان النمبر يعني احنا متفقين ان النمبر of devices في اي نتورك يساوي، ها حد فاكر؟ 2 اس 2 اس الهوست، واتفقنا ان الهوست عدد البتات المتحركه. هو الراجل بيقول لي ان هو عايز كام؟ عايز 300 وشويه تقريبا، عايز 310 هوست، عايز 310 هوست. طبعا اتفقنا ان احنا بنقربها لاقرب 2 اس، فطبعا ما فيش حاجه اسمها 310، اقرب حاجه من ال 310 هي ال 512، طبعا ال 512 هي 2 اس، ها 2 اس 9، 2 اس 8 ب 256، 2 اس 9 ب 500، 2 اس 7 ب 128، 2 اس 8 ب 256، 2 اس 9 ب 512، 2 اس 10 ب 1024، يبقى كده انت محتاج تسيب 9 بت. ما تنساش ان الاي بي كله 32 بت، انت عايز تسيب منهم 9 بت، يبقى تمسك كام بت؟ ايوه ها 21، هما 32 ناقص 10 يبقى 22 23. لما يبقى الماسك بتاعك 23 بت يعني في 23 بت ممسوكين، يبقى المتساب من ال 32 9 بت. طبعا طبعا لو هنعبر عنه بالباينري ال 23 ده اللي هو 255، 255 ادي كده 16، 254 0 ده ال 23. ارجع للفيديو اللي انا شارح فيه السبنتنج وازاي تحسب الماسك، اتنين ما كنا بنكتب 2 0 ب 1 2 4 8 16 32 64 128 وبعدين بنزل 128 تحت واجمع عليها ال 100 ال 64 فاديني 192 عشان تفتكر الماسك كنا بنجيبه ازاي. بس كده علشان نجيب 512 اي بي محتاجين نسيب 9 بت من 32 يعني نمسك 23 اللي هي 255 255 254 0، يعني احنا كده بنتكلم، واضح ان احنا بنهزر، واضح ان انا مش مركز. اه لا ما هو اهو
255 255 254 0. تمام. كويشن الإجابة رقم بي طبعا. كويشن 26 56 refer to the exact what is the most appropriate summarization for these routers for these routes. عايز يسمرايز مجموعة الاي بيهات او مجموعة الشبكات دي. 10 0 تعالى كده اذكرك ازاي تقدر تعمل سمري. هو عايز يسمرايز 10.0.0.0 و 10.0.0 لا و 10.0.1.0 و 10.0.2.0 و 10.0.3.0. بص القاعدة اللي مش هتخلف معاك ابدا انك انت تقدر تعمل عملية اند جيت ما بين اقل اي بي واكبر اي بي. يعني اقل اي بي اللي هو 10.0.0.2.3.4.5.6.7.8. الزيرو الاخير دونت كير لان كده كده التغيير حصل في الاوكتت الثالث فما يهمنيش الاوكتت الرابع وضعه ايه. هعمل اند جيت ما بين اقل واحد اللي هو 10.0.0.0 وما بين اكبر واحد اللي هو 10.0.3.0. طيب ال 10.0.3 هتبقى 10.0. ال 3 0 2 3 4 5 6 7 8 دي ال 3 دوت دونت كير ما يهمنيش. اعمل اند جيت ما بين الناس دول طبعا نتيجه الاند جيت 10 اندد مع ال 10 هيديك 10. العشرة دي لما تعمل لها اند مع العشرة دي يديك 10. الزيرو لما يتعمل له اند مع الزيرو دي يديني زيرو تاني. دوت بص كل الاصفار دول اندد مع الناس دول صفر اند اي حاجة يديك صفر فهيديني صفر. والاكس اللي هي دونت كير مش مشكلة ايه رأيك سميها زيرو اخي مش تفرق معايا ايا كانت. الماسك الماسك هو عدد البتات المتشابهة. طب بص كده البتات اللي شبه بعض اهو كل دي بتات خلي لونها مثلا كده هي نفس البتات دي كده. ايه يا عم اهي يعني واضح ان في 8 و8 16 17 18 19 20 21 22 في 22 بت شبه بعض يبقى 10.0.0.0 ماسك 22. هو ده السمري بتاعها. في طريقه اللي اسمها فتاكه سمرايزيشن رول انك تجيبهم بالفتاكه ملخص مجموعه من الشبكات المتتاليه هو اول شبكه فيه. يعني دول متتاليين اهو 10 0 0 و10 0 1 و10 0 2 و10 0 3 يبقى السمري بتاعهم اول واحده فيهم. والماسك الماسك ادي دي كل واحده من دول ماسك. بص عشان دي تبقى في شبكه ودي تبقى في شبكه ثانيه لازم الماسك بتاعي يكون سلاش 24 لازم. ليه يا عم؟ بص هقول لك على حاجه. ال 10 0 0 0 دي الاولى اهي 10 دوت سوري 10 دوت 0 دوت 0 2 3 4 ادي كده 2 4 5 6 7 8. تعالى على 10 1 10 دوت 0 دوت 1 2 3 4 5 6 7 8. واخد بالك دي الواحد الاثنين 10 0 0 الاثنين ادي 0 2 3 4 5 6 7 8. الثلاثة 10 0 0 2 3 4 5 6 7 8. لو الماسك بتاع 24 يعني ايه الماسك بتاع 24؟ يعني ال 24 بت دول نتورك. بص لو ال 24 بت دول نتورك وال 24 دول نتورك بارت يبقى ده في شبكة وده في شبكة تانية خالص. عارف لو الماسك 23 هتلاحظ ان لو الماسك 23 ده معناه ان ال 23 بت دول هم النتورك بارت صح كده؟ وفي الاي بي اللي تحتيه ال 23 بت دول هم برضو النتورك بارت. ايه يا عم اظبط بقى. ايوه وفي اللي تحتيه ال 23 بت دول. طب ما كده بقى ده هو هو نفس النتورك دي بقوا الاثنين في نفس النتورك. لكن لو البت دي دخلت في الموضوع لا بقى ده في نتورك وده في نتورك تانية لأنه مختلف. يبقى ده معناه إن الماسك بتاعي 24 حتى وهو مش مديهولي أنا أعرف اسطمبة الماسك. يبقى كده ده معناه إن الشبكة الأولى ماسكها 24 والتانية ماسكها طبعا نفس 24 ودي كمان ماسكها 24
ودي كمان ماسكاها 24. ارجع تاني للقانون الفتاكة، كده كده القانون بتاع الاند جيت عمره ما هيضرك، عمره ما هيطلع غلط. الفتاكة ملخص مجموعة من الشبكات المتتالية هو اول شبكة فيهم والماسك. انت بتسمرايز كام شبكة؟ يا عم انا بسمرايز اربع شبكات. طيب انا بسمرايز اربع شبكات، الاربعة دي مش هي 2 للباور 2، 2 اس 2؟ اه. الماسك اللي عندك اطرح منه الاس، يعني 24 ناقص 2 يديك ماسك 22. يبقى كده السمري بتاع الناس دول هو 10.0.0.22. هات السؤال، يبقى الاجابه رقم بي 10.0.0.22 هو ده السمري بتاع الناس دول. تعالى نعمل له هايلاين كده. تمام كده خلصنا 7 اسئله في الفيديو ده. نتوقف علشان ما يبقاش تقيل عليك، وان شاء الله باذن الله ادعوا لي بس ان ربنا يكرمني واقدر ان انا ما اتاخرش عليكم تاخير كبير قوي كده. اهم من اي حاجه انكم ما تنسوناش من صالح دعائكم بظهر الغيب، لانه فعلا بيفرق كتير. وما تنسوش الكونتاكتس الاساسيه بتاعتنا، الفان بيج اسمها احمد توفيق، الجروب الاساسي بتاعنا اللي اسمه نتورك فورول، و الشانل بتاعتنا على اليوتيوب اللي بنرفع عليها الفيديوهات هي برضو اسمها احمد توفيق. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.